بمناسبة اليوم الوطني، الجمهور على موعد مع أضخم احتفال السنة وهي أوبيريت ليلة وطن برعاية الهيئة العامة للترفيه ومن تنظيم MBC، واللي بتنطلق بكرة ب 23 سبتمبر على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. هي عبارة عن 3 ليالي غنائية واستعراضية متمثلة بحب الوطن، بحية النجوم راشد الماجد، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، داليا مبارك وعايد، بالإضافة لمجموعة من الشباب والشابات السعوديات اللي رح يقدموا لوحات استعراضية. طبعا الأوبيريت بيتضمن أكثر من لوحة غنائية كتب 3 منها الشاعر أحمد العلوي، وراح يقدموها النجوم الخمسة، وخص ترندينج حصريا بكلمات واحدة منهم بعنوان سم واكتب يا السعودي. سم واكتب يا السعودي، سم واكتب قصتك، واروي عن قصة شموخك وعن عزيمة قوتك، اروي للأمجاد عن جيل وجيل، عن ملوك الطيب، عن شعب أصيل، عن عزيمة يلين منها المستحيل. سم واكتب يا السعودي، سم واكتب قصتك. شرفت السنة هذه الحقيقة بتقديم مجموعة أعمال تحت مظلة الهيئة العامة للترفيه اللي يقدمون فعالية ضخمة بعنوان ليلة وطن، تتضمن أوبريت وتتضمن مجموعة أعمال غنائية واستعراضية احتفائية باليوم الوطن. أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ ومنسوبين الهيئة العامة للترفيه لإعطائي الفرصة في المساهمة بتقديم شيء للوطن في المناسبة هذه. قدمت 3 أعمال غنائية وطنية. العمل الأول اسمه سم واكتب يا السعودي، من ألحان المبدع نواف عبد الله وتوزيع المبدع هشام السكران. طبعاً الجمهور هيستمتع بالأغنية اللي هيقدمها نجوم الأوبريت الخمسة وهي بقيادة راشد الماجد، واللي كمان حب يوجه عبر تريندينج تهنئة خاصة للمملكة في اليوم ده. أوجه أسمايات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين وأخونا الغالي العزيز سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان. شكراً راشد، كل عام وأنت بخير.